دبلوني انت. يلا اذكري لي 5 اسماء تطير. يلا. عندك عصفوران، وعندك غرابان، غراب، وعندك 3 فراشات. شو بيهم هادو يضحكوا؟ كيف كيفك؟ أجلسي، سؤال أخير قبل ما ننتحر. أنت يا بني وركز معايا مليح، ما هو الشيء الذي لا نقدر أن نلمسه بأيدينا؟ يعني ما نقدروش نحكموه. يلا. حديدة حامية. أجلس أجلس. حديدة حامية. الشيء اللي ما نقدروش نحكموه بأيدينا هو هواني في راسكم يا حمرة. يا سكان يا سكان اجريو ما كانكم يا اطفال. عبد العظيم اتولى هدرك نجي. قلت لكم شفتم هذ العينين برانية اجانب قاصدين القرية. في قداها راهم؟ 3 رجال وقيلة امرأة لابسة سروال. اجانب يا دي سنين وسنين ما فتحت براني من هنا. انا عمري ولا شت ناس من بلاد برا. نروحوا نلاقيهم. يلا 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 يلا, يلا. بونجور بونجور امي امي بونجور نو سون فوني اون امي. صباح الخير مرحبا. بونجور بونجور بونجور. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن من فرنسا جينا الى هنا. كوم سا مي نو فوز افولي با ما شير لويز. ريستي كالم سا فا يالي. عاش منزار وخفف. الطريق اللي جابتكم طردكم. اللي متمسك بدينه منا يخاف. حنا نحترموا كل الديانات ونرحبوا باللي زرنا. حنا مشهورين بحسن الضيافه والاستقبال. اللي يقصدنا كصديق نكرموه، واللي يخدعنا نحاربوه. منين جاو؟ واش من لغة ينطقوا بها؟ نحن من فرنسا. هادو زملاء مختصين في علم الآثار، دي زاركيولوج. ديت لوغ مون بير كو لوغ بيي ا اون لونغ اي ريش هيستوار اي كو نو ايتوديون لي سيفيليزاسيون زونسيان. بلادكم لها تاريخ قديم وعريق. جئنا لندرس الحضارات القادمة التي عاشت هنا منذ القدم. هذو بلاك يبحثوا كما قلت. وانت واش هو دورك؟ أنا أتكلم اللغة العربية، تعلمتها مع أصدقاء عرب، سافرت معهم لأساعدهم على التخاطب مع الأهالي معكم. وشكون الأهالي هذو؟ إحنا وقيلة. أسعوا خلفوا الطريق خلفوا الطريق. بركاكم البحث. هذو ضيوفنا والحاكم الله يطور في عمره بعثني تعليمات في هذا الأساس، ومن واجبنا نرحبوا بهم ونساعدهم. يلا يلا هتفرقوا هتفرقوا يلا هتفرقوا. وانتم مرحبا بكم، هتفضلوا راكم معروضين في داري، هتفضلوا تبعوني. مرحبا مرحبا. وانت يا شحارك العشية هذه معروض الدار.
ما تنساش ان شاء الله. يلا يا الاولاد يلا. حلو وحنا جيناك بالعين العوره. خليني نرتاح شويه يا وليدي، خليني نرتاح. فجحة فجحة اربح اربح، عاوني في باب الله يسترك. خير وش فيه؟ ما لقيتش كيفاش ندير مع هذيك المخلوقة. اسمع روح جيب اللحافات هذوك اللي في الحوش، راني مديه للمسجد ونخليه لتما. إلا كاش ما يلقاني في سمومنا تهلا فيه. الله غالب الله غالب، كرهت الدواس كل يوم في الدار، كرهت راح نخرج من عقلي. هاتهم معك، وحده يفرشها وحده يغطيها. الحواس كيفاش يعطي قلبك؟ ها يعطي قلبك ترمي بابك وفي يد الحضر. كيفاش ندير؟ ها كيفاش ندير؟ ها هكذا خير ولا نقتلها ونقتل الاولاد ونزيد نقتل روحي؟ عندي مراه بليس بليس تفرجوا في روحه. هيا انت سنة الرجع الحاف. علاه لازم زوج؟ هدا نخليه ليك كي تكبر انت يا با. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais mangé autant. Moi aussi, c'était succulent. قل لي هل أعجبكم الطعام؟ لذيذ جدا، شكرا لكم يا حضارة القاضي. طعام مليح. C'était délicieux mais un peu piquant quand même. Oui. وش قال؟ لذيذا حقا، وانما المرقه كانت حاره. لازم يا هذا لازم للجرافيم ضربه بضربه ويوكل. تفضلوا. مرحبا تفضلوا. Vous avez un très beau pays. Ah oui. وي واش قلت؟ بلادكم جميلة جدا. معلوم أنتم كذلك تحبوا بلادكم وإلا لا؟ احنا نقولوا كل خنفوس عند أمو غزال. هذا معنى. نعم أنتم مشهورون بالأمثال والأشعار في كلامكم مع الحكم والألغاز. إذا حبيت نعطيك لغز وانت فسره. تفضل. السمو بالشين والعصيان مشوم حاله، المسلم ما هو عمه والمسيحي ما هو خاله، أشكون هو؟ فكر مليح، راهو قال لك تبدا بالشين. كيس كيل ديز مون بير؟ إل مون بوزي اون إنيغم كو جو دوا. Et le cité. Ah oui, donc vous êtes censé expliquer cette énigme. Depuis qu'on est là, ce monsieur ne m'a pas quitté les yeux, tout en caressant sa moustache. Vraiment, il me fait peur. مع الأسف لم أستطع تفسير اللغز. قلت لك الألغاز لازم تأخذ الكلمات الهامة وتستوعبها. قلت لك العصيان مشوم حاله، اذا العاصي والمسلم ما هو عمه والمسيحي ما هو خاله، اذا العاصي ما عنده لا علاقه لا بالاسلام لا بالمسيحيه، واسمه يبدا بالشين. اظن انني وجدتها. أه؟ اليس هو الشيطان؟ بالضبط. جحا مشهور بالحكمة والحيلة ويطالع بزاف. ما هنتو لي غاتو غيف. والله ولدك الحرة يا جحا حمرت لي وجهي. انت رجل والرجال قد
Il est très fort, intelligent. Et la répartie est très facile chez lui. Et il semble beaucoup aimer son âne. Je vais l'importuner. Dites-lui, père, quelle est la différence entre lui et son âne? Yassayidi Jaha. Sadirna Yassel Mahoua Perk Beinek Wabim Himar. Goulou. Il m'aide. Quelle a été sa réponse, père? Rien d'important. Tourneau, coulou, cherbou. Un bon petit thé. Ça fait plaisir. À la vôtre. Je suis petit boulot. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. عمري ما شفت فرنسيسي يا جحا والله نفقس لك عينيك بيدي هادو ايا نوض سمح لي حس رجليك نعطي عرض كتافك يلا سيد القاضي بو الحناك مروح عنده الدوخه بالسلامه انا تاني نروح وسمحوا لي نعطيكم الغز اخير ونمشي احلى من السكر وأتقل من القنطار ما يتباع في السوق وما يجيبوه تجار ها؟ النوم صحيح إنه فعلا أحلى من السكر قل لي كيفاش يقولوا تصبح على خير في لغتكم بون نوي بون نوي بون نوي بولنوي ليلة سعيدة إلى اللقاء إن شاء الله مع السلامة مع السلامة يا شحا مع السلامة avec votre permission monsieur Kadi nous aussi on doit aller dormir demain nous partirons très tôt le matin غدا سوف نمشي باكرا شكرا على هذه الضيافة شكرا 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 merci pour tout monsieur le cadi ah oui oui bonne nuit bonne nuit merci pour tout monsieur allez bonne nuit oui merci pour tout il était bon le couscous oh ah. tous tous bonne nuit awa هذا الفرنسي صار لازم نتعلمه ومن غدوة Les gens de cette région sont très accueillants et très gentils. J'ai tellement mangé hier soir que j'ai mal à l'estomac. Je sens comme si les couteaux se sont enfoncés dans mon ventre. Ça doit être la sauce trop piquante. C'est elle qui vous a causé ce désagrément. Moi, j'ai eu la peur de ma vie à cause du moustacheux. Jaha était d'une politesse remarquable et semblait, ma foi, très intelligent. Mais chère Louise, comment pouvez-vous deviner son intelligence alors que vous ne connaissez pas leur langue? L'intelligence, mon père, peut se voir aussi et se sentir. Excusez-moi, je dois m'arrêter. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces cavaliers? Mon Dieu! Les brigands! Ils n'ont pas l'air commodes. Restez calmes. Gilbert! Gilbert! Est-ce qu'on tombe? ومن جيتو ليس لدينا شيء غالي الى بعض النقود نحن ضيوفكم ضيف بلا عرضة يبات بلا عشاء ما جاوبتش على سؤالي شكون انتم ومنين جيتو نحن فرنسيون في بعثة رسمية جئنا كإخوة لاشي ما اسبيس دو بروت يا اخي
جيبوهم ويلا من بعدهم من هنا. هاي قلت لكم إننا لا نكسب شيئا ثمينا إلا لوازمنا. أغلق فمك. Vous avez pris tous mes bijoux et notre argent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Laissez-nous partir d'ici. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Il nous reste que nos prières. مش رايحين نعملوا بهم. نقتلوهم ونرميو الجثث نتاعهم. لا. هذو أجانب. والحاكم يعلن علينا الحرب. والتحركات تاعنا تعود صعيبة. واش نعملوا؟ نطلقوا سراحهم. باش ما يبقاوش ثقلوا علينا وخلاص. نطلقوا سراحهم. لكن ماشي باطل. نطلبوا فدية من عند الحاكم. ونخوفوه. يا إما يسلك. يا إما يلقى الرسالة نتاعهم معلقين فوق الشر. هذه فكرة رائعة. وانت رايع. لو كان تزيدوا تطلبوا لنا مبلغ رايع تكمل. انت مخ انت. هذا مخ عندك ولا واش يا اخويا؟ انا هذا راني القايد نتاعكم. وانا ابن عمك وذراعك اليمن. انت تحسن الكتابة. هيا روح تجيب اللوازم نتاعك وارواح نملي عليك. سهل. Pourquoi nous regarde-t-il comme ça? Qu'est-ce qu'il nous veut? C'est surtout vous, lui, ce qu'il regarde. Moi? Pourquoi moi? Haram علينا نعاملكم معاملة الرجال. انت سيدة جميلة. أنيقة. تستاهلي زربي وفرش الحرير. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais arrêtez! Arrêtez! Que lui voulez-vous donc? Arrêtez! Et Allah nous dit! Mais laissez-nous, l'emmenez-vous! Allah! Pour l'amour du ciel! Mais laissez-la, bon sang, bon Dieu! Le machi d'm, le binat n'a qu'un drôle qu'un crabe le xidrak! Et Allah, hanchi! Hanchi! Sliman! نعم قايد. امشي للقصر وصل الرساله كن حذر رجع لنا سلم. امرك قايد. يلا ما تخافوش ما تخافوش. عشر الاف دينار كل شخص هذا كثير كثير بزاف. هذا اللصوص اللي قالهم درس موشوم في عقولهم يا مولاي. أرفض يا مولاي وبعت لهم الجيش. عددهم قليل وينتقلوا بسرعة. صح. أشحال من مرة فلتوا من يدينا. والحل كيفاش راح يكون؟ القضية راهي خطيرة جدا يا مولاي. راهم حاكمين ربعة من الأجانب. وإذا انقتلوا راح يكون مشكل مع دولتهم. وراهم يتسبوا. بلادنا واجهت محاولات عديدة وهجومات من طرف فرنسا بالأخص وسبنيول. ما لازمش نعطيهم فرصة باش يكروا. لابد ننقذوهم من يديهم ويرجعوا لبلادهم سالمين. إذن الحل حلين يا مولاي. يا إما نحاربوا هذا اللصوص يا إما ندفعوا المبلغ اللي طلبوه يعني 40,000 دينار يا مولاي. لكن لو ندفع هذا المبلغ شكون يضمن لي يوفيه بالكلمة تاعهم؟ هذو ناس قطعين طرق ما عندهم لا كلمة لا شرف. لازم تفكير ولازم تخطيط رزين. جيبو واش جاي اسمع العقل قضية صعبة فيها خطر. اذا كانت العملية تطلب انقاذ ارواح راني حاضر يا حضرة الحكم ومستعد. نبعث معاك مجموعة من الحراس. نفضل نروح وحدي. شنيتو لما ترجع مكافأة هامة تسنى فيك.
نفضل هذه المساعدة تروح لزاوية القرية والتلاميذ اللي يدرسون تما. المكافأة تبقى والمساعدة تضاف. هاد الصندقة فيها 40,000 دينار. تديها معك وتوصل الكف الزرق التم ينتظروك البعض منهم وربي يكون في العون. رانا وصلنا الكف الزرق يظهر لي ما كان حتى حد يحماري. ما رانيش مرتاح لهذا المكان يا جحا، تمنيت لو ما جيتش احسن مره اخرى ما شاركنيش في هذه المشاكل. اهلا بكم يا رجال. اهلا، انت المبعوث من عند الحاكم؟ نعم. وانتم ال جبت المبلغ؟ انزل. هذا هو. نعم. ايه شد. واش راح نلعبوا الغميضه؟ اغلق. انا غلق. Ceci est vos larmes, Louise. Ça ne sert à rien de pleurer. Mais c'est Duha. Ils l'ont capturé aussi. هذا انت يا جحا من جبال برك اللي ما تلاقاش. هربتنا قبل لكن اليوم راك جيت. ما راهي لا محبه لا ما خدت خاطر. جيت نعلمكم اللي خاطر كبير يهدد فينا جميع. خطر؟ الخطر رانا عايشين معاه في كل لحظه. هذا الاسرى اللي بين يديكم باحثين كبار في بلادهم وقيمتهم عاليه. والسيده اللي معاهم بنت خاله عم ملك فرنسا. ومن بعد لما سمعوا راهم هادين بالموت لموا جيوشهم وراهم هاجمين علينا. 60 بخيرة حربية راهي قادمة، جيوش تتعد بالالاف كنمل وسلاح متطور عمرها العين ما شافت له مثيل. هاد الكلام صح ولا خارج من خيالك؟ وإحنا واش يهمنا فيهم؟ المهم الفدية المبلغ. انت اسكت. انتوما ولاد هاد الارض ولا لا؟ عرض جدودنا الابرار، عرضنا، حرمتنا راهي في خطر والنجده راهي بين يديكم. حسب كلامك على جال ربعك توت راح تنوض القيامه. يا ترى يسمح لكم ضميركم تبيعوا ارض جدودكم باربعين الف دينار؟ احنا تاع نيف ورجوله، والنيف عندنا معمول للنيف مشي للخنونه. هاك المبلغ. شكرا، لكن قمت الموقف وقمت بعملية حساسة على أحسن ما يرام. كيفاش نقطع الفرنسيس ورجعت المبلغ؟ حاجة سهلة يا مولاي، زعزعت فيهم روح الوطن. وحنا مهما يكون فينا من عيوب عندنا ثلاث حوايج ما نستغنوش عليهم أبدا. ما هما ثلاث حوايج؟ لوطن، لوطن، وثم لوطن. هاتك صح.
Je te trouve très belle, Louise. Mais non, c'est la robe qui est très belle. Moi, je ne suis pour rien. Mais si, Louise, mais si.